صباح الخير يا ليلى، يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك مع هذا الجو؟ مع هدول المطرات الحلوين بعدنا نحن تحت تأثير المنخفض اللي بلش من نهار الاثنين، واليوم عم نشوف انه في تساقط كتير غزير للمطر. ان شاء الله هذا المطر يكون خير لارواحنا ولبلدنا الحبيب سوريا. يسعد صباحكم مشاهدي الاخبارية السورية، يوم جديد وبداية جديدة، ودائما نقول يا رب ببداية كل نهار وبداية كل صباح يكون هذا النهار يحمل لنا كل الخير الصحة والسلامة وجبران الخاطر. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وكالعادة حيكونوا ضيوفنا من مجالات مختلفة، وأيضا حيكون عنا وقفة بالمحافظات السورية لنشوف آخر أخبار أهالينا وأهم الفعاليات والأنشطة ضمن المحافظات. خلونا نبلش هذا النهار ودائما نقول يا رب. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد يا رب يحملكم الخير الصحة الرزق وراحة البال. مشوارنا الصباحي بلش بفقراته العديدة والمتنوعة، ورح نتناول اليوم مجموعة مواضيع مهمة، منها كيف بدنا نحمي أطفالنا من خطر الأجهزة الإلكترونية وكيف ممكن أنه نعالج هاي الأسباب، وأيضا رح نحكي عن بطانة الرحم المهاجرة، وأيضا في فقرتنا القانونية رح نحكي عن إزالة الشيوع في القانون. كل هدول المواضيع والفقرات رح نحكي فيهم مع ضيوفنا الاختصاصيين، لكن مثل العادة رح نروح لفاصل ونبدأ. بدنية ورد كل زارع يميني، وعدرب دراج ضيعته يميني، بدنية ورد كن زارع يميني، وعدرب دراج ضيعته يميني. عليكم بالهوى لحلف يميني، ما احكي غيركم بعد الغياب. علي 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 تبقوا اذكروا ايامنا الحلوه، وتذكروا السهرات يا حلوة اللي خسرها بيلوي وبيموجع القهار. تبقوا اذكروا أيامنا الحلوة وتذكروا السهرات يا حلوة اللي خسرها بيلوي وبيموجع القهار. رح يتعب عيوني توقي على عيوني، يا رموش ليلة صيف. رح يتعب عيوني توقي على عيوني، يا رموش ليلة صيف. غرد يا بهالحسون خلي الهوى تلاوي، ودخلك بعز البرد يا جنون. دفي حبيبي منيح، دفي حبيبي. وأولى فقراتنا على اليوم، خلونا نروح ضمن ذاكرة الأيام وأهم التواريخ يلي سجل التاريخ وانحفظت بالذاكرة. خلونا نشوف لليوم. اليوم 30 نيسان عبر الزمن وسنين تسجلت كتير من الأحداث. قراءة سريعة على ذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1789 جورج واشنطن بتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس إلها، وبعام 1854 إنشاء أول خط سكة حديد بالبرازيل، وبعام 1918 افتتاح جامعة طوكيو للإناث،
وبمثل هاليوم من عام 1945 الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون بينتحروا بعد يوم واحد من زواجهم، وهذا الشيء كان بأواخر الحرب العالمية الثانية. وبعام 1960 البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور بالعالم من إنتاج شركة سوني. وبعام 2015 المسبار ماسنجر الفضائي التابع لناسا بينهي رحلته اللي استمرت ل 11 عام ببث صور لكوكب عطارد وتحطم فوق سطح الكوكب. ومن الوجوه التي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1901 سيمون كوزينتس، وهو اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية عام 1971. وبعام 1902 تيودور شولتز، وهو اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية عام 1979. ومن الوجوه التي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1998 نزار قباني شاعر سوري. وقبل ما نبدأ بأول فقراتنا الصباحية لليوم رح نروح لنتعرف على معلومات جديدة بفقرة هل تعلم. هل تعلم أنه كلما زاد وقت الإنسان بالنوم أو وقت استخدامه الإنترنت بدون مبرر كلما دل غالباً على رفضه للواقع؟ وهل تعلم أنه الأشخاص اللي بيحملوا هموم ليست مناسبة لأعمارهم بيزداد ذكاؤهم وحكمتهم؟ وهل تعلم أنه الدولفين بيتمكن من التعرف على أصدقائه حتى بعد 20 عام من الفراق؟ وهل تعلم أنه المبالغة بمدح ذكاء الطفل بيجعله أكثر غباءً؟ وبأولى فقراتنا لليوم رح نروح لنحكي على تأثير الأجهزة الإلكترونية، تأثير القعدة الطويلة قدام كان شاشة التلفزيون أو على الموبايل. اليوم هذا التأثير له تأثيرات جدا سلبية على حياة أطفالنا. اليوم هذا الطفل بس يتعود أنه يحمل الموبايل بصير صعب كتير على الأهل أنهم يخففوا هاي العادة، لأنه هو تعود وكبر على هاي القصة. هذا التعود له تأثير على النمو العقلي، النمو الإدراكي، حتى على التواصل مع المحيط. نشوف اليوم أطفالنا عم نحاكيهم هن مانن هون، يعني دائما عينهم على الموبايل، يمكن بيحفظوا أكثر ما أنت الأنسة تعطيهم، بضلوا يتأثروا بأن يأخذوا وقت أطول عليه. صحيح. اليوم هذا التأثير أكيد مفروض نحن نشتغل على أنه نحد منه ومن تأثيراته السلبية، وخاصة اليوم نحن علاقاتنا الاجتماعية بلشت تخف أيضا ككبار بسبب التواصل الاجتماعي المستمر على الأجهزة الإلكترونية. حنروح لنحكي أكثر نحن كيف قادرين نعلم أطفالنا ينظموا وقتهم على الأجهزة الإلكترونية وما يأثر على دراستهم ولا على محيطهم ولا على إدراكهم. وضيفتنا لليوم هي الاختصاصية يارا أحمد، اختصاصية اجتماعية. سعد صباحك يارا. أهلا وسهلا حضرتك. صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا هذا الموضوع شائع كثير، عم نشوف اطفال يمكن باعمار الاشهر باعمار السنوات القليله او يمكن قبل مرحله الروضه حتى مدمنين على الاجهزه الالكترونيه. لكن اليوم شو العلامات اللي بتشير انه هذا الطفل مدمن على الاجهزه الالكترونيه؟ تمام. هلا الادمان على الانترنت او التلفاز هي من اهم المواضيع اللي عم يعانوا منها الاهالي. نحن دائما نختار المواضيع اللي هي بتكون هادفه للاهالي مشان نقدر نساعدهم. هلا كيف نحن بنشوف انه القصه صارت مشكله وقت اللي بتتخطى الحدود الطبيعيه؟ نحن عندنا بالدراسات العالميه بتقول انه نحن لازم الطفل يتفرج قبل السنتين، ما لازم ابدا يشوف موبايل. هي قطعا قد ما حاول، يعني قد ما حاول الطفل او لفت انتباهه هذا الموضوع قبل عمر السنتين ممنوع الطفل يتفرج على التلفاز، لانه بمرحله السنتين عمر السنتين هون في مرحله تطور دماغ الطفل. فالموسيقى، الضجه، المحتوى، مثلا كثره الصور اللي عم تنعرض على الطفل ممكن تاثر على التطور الدماغي. تمام. لكن في اهالي مثلا او احيانا بيشوفوا تطور اللغوي للطفل، مثلا بلش بالحكي من عمر بكير، نحن شفنا ادراكه تمام، انتباهه تمام،
فنحن ممكن نبلش نعطيه مثلا نخليه شهادة التلفاز. طيب بعد عمر السنتين كمان المنظمات أو الدراسات بتشير أنه نحن ممكن نخلي الطفل بعد العمر السنتين لعمر 5-6 سنين يشاهد التلفاز من يعني تقريبا فينا نقول 50 دقيقة لساعة تقريبا. أنا عم بحكي الدراسات بتشير لهذا الموضوع، واللي مسؤول عنه والمسؤول عن هذا الموضوع هو دكاترة دارسين هذول المواضيع على الأطفال. طيب أنا أنت بقول أنه هذا الشيء صار مشكلة عند الطفل، وقت بشوف أنه هذا الطفل تخطى الحدود الطبيعي وصار في عنا مرحلة بكاء وعناد لحتى أنه نتفرج على الموبايل، طبعا هذا الشيء راجع. هلا أنا إذا بدي أشوف أنه مثلا الطفل صار بهي المرحلة عم يطالب بالموبايل طول الوقت، صار في عنا مرحلة شرود، وأنتم انتبهوا على مرحلة الأطفال وقت اللي بيشوفوا الموبايل بتحسوا ما أنا مركز معكم صح، بصير بتناديله وصار عم يأثر عليه، فأنا بركز أنه بشوف أنه هذا الطفل صار تعرقه بالموبايل فوق الطبيعي، فأنا لازم هون انتبه على هذا الموضوع. وبالنسبة إلى لنروح للقصص النفسية والمشاكل كمان اللي بيعاني منها الطفل إذا تعرض للموبايل فترات طويلة، هي تأخر النطق عند الطفل. الطفل بهذا العمر هو متلقي حيكون وقت اللي بيشاهد التلفاز، طب اوكي انا او الموبايل، فانا الطفل انه بهي المرحله حتى انا اكون لغه لازم يكون عندي تفاعل اجتماعي، تفاعل يصير بين الطفل، مرحبا كيفك، مثلا شو عملتي شو ساويتي، هي الرد على الاسئله هي بتعمل للطفل لغه تعبيريه صح. صار الطفل هو بمرحله متلقي عم يسمع الكلمات، عم يسمع مثلا عم يسمع مفردات، لكن هو بمرحله متلقي، فهو نحن عودناه على مرحله الاستماع ما عودناه على مرحله ان هو يتفاعل اجتماعيا، فهذا الشيء بيعمله تأخر بالنطق. منجي كمان لمواضيع تانية، هو بيعمل تشتت انتباه وتركيز، بتلاقي الطفل صار تركيز معين، يعني هو الطفل ما عاد بيركز معك، ما عاد بيركز بالوسط الاجتماعي اللي هو لازم يكون متواجد فيه. فبتلاقي معظم الأطفال وقت بيتعرضوا للأجهزة الإلكترونية، طبعا قبل ما فوت بهذا الموضوع بدي ركز على فكرة كتير مهمة، إنه معظم الاعتقادات بتركز إنه التلفاز أو الموبايل بيخلي الطفل يصير عنده توحد، هذا الاعتقاد خاطئ، لأنه التوحد هو اضطراب بيكون خلقان مع الطفل، لكن اضطراب طبعا هو عصبي بيكون خلقان مع الطفل، لكن مثلا مشاهدة الطفل للتلفاز هو بيعمل له مشاكل تانية، بيعمل له مثلا اضطراب تواصل، هو بيخلي الطفل ما عاد يتفاعل مع البيئة المحيطة، بيسبب له مشاكل بالانتباه والتركيز، ممكن هذا الطفل يعمل عفوا يسبب للطفل قلة بالذخيرة اللغوية، يعمل مشاكل باللغة التعبيرية، فهي المشاكل هي بتأثر على الطفل، كمان بتعمل للطفل مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، بتخلي الطفل انعزالي. معظم الأطفال بيكون عندهم مشاكل مثلاً بتلاقي انعزالي، خجول كتير، عنيد كتير، بتروحي للمشاكل اللي مثلاً تسأل الأم بدراسة الحالة، بتقولي لأنه مثلاً شو صاير مع الطفل، بتقلك إنه هو مثلاً منحط قدام الشاشات كتير، طب أوكي هون صار في عنا مشكلة عم يسبب كمان مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل. أكيد اليوم يارا ذكرتي عدة تأثيرات سلبية إن كان نفسية وإن كان صحية، ولكن اليوم هذا الطفل عم بتعلق بهدول الأجهزة بشكل كتير غريب، يعني اليوم بتحسي في مشكله بالاهل، يعني عند في مشكله بالمحيط، لحتى الطفل اليوم عم يهرب لحتى يعيش مع شخصيات ثانيه، في كثير من الاطفال بتقول لك الام انه انا ابني متاثر بالشخصيه الفلانيه، ابني بيقلد الشخصيه الفلانيه، عايش معها. يعني اليوم بدنا نرجع شوي على البيت، على اساس البيت، يعني اليوم بجوز الام والاب يهربوا من مشاكله انه خذ الموبايل وروح، يعني اليوم ابني شو عم يشوف انا ما بعرف، لقطات تعنيف ما بعرف، بجوز قصص مفروض بعمره ما يشوف عم يتاثر فيها، قد ايه اليوم المراقبه حتى وقت اللي نحن سامحين لهذا الطفل انه يستخدم الموبايل ضروريه. تمام، هلا اول شيء انه معظم المشكله بتكون عند الاطفال مثلا ادمان الموبايل وادمان الانترنت بيكون راجع سبب معظم للاهالي، انت ما فيك تنفي مسؤوليتك من هذا الموضوع، معظم الامهات وقت بتجي لعنا بتقول لنا انا مثلا ابني عم يعاني من هي المشكله، طب اوكي انت وقت ابنك عانى من هي المشكله انت وين كنتي وقت كان عم ينحط ساعات طويله قدام الموبايل، انت كنتي عم مثلا عندها شغل او عندها شيء، فانه هي بتقول لي انه انا مثلا كنت بدي اخلص من ابني او انا عندي شغل فانا بحط ابني قدام الموبايل. هون اول شيء في مشاكل، يعني مشكله راجعه سببها الاهالي بمعظم الوقت. طيب انا بجي للطفل او بجي مثلا للاهالي او بجي مثلا كيف نحن طريقه توعيه الاهالي لهذا الموضوع، انا دائما بقول لهم للاهالي مثلا انه انت وقت بتعطي ابنك الموبايل، طيب انا المحتوى اللي هو عم ينعرض قدام الطفل، مثلا معظم الامهات بتجي لعندك بتقول لك انا حاطط له يوتيوب كيدز
طيب يوتيوب كيدز مثلا انت كثير شفت مثلا مقاطع على اليوتيوب انه عم اليوتيوب كيدز عم فيها ايحاءات ما دخلوا بالكيدز ابدا اليوم في انه ايحاءات جنسيه في عم توعي الاطفال مثلا انا شفت كمان محتويات انه عم تعرض بيئه للطفل هي ما انا مثل بيئه البيت اللي هو عايش فيها مثلا طفل عنده سيارات كثير طفل مثلا طفله عندها بيت مثلا في باربي كثير فالطفل عم بيكره البيئه اللي هو عايش فيها النقطه الثانيه انه فيها ايحاءات جنسيه تمام فهذا الموضوع احنا كثير بننتبه لانه نحن المحتوى اللي عامل هذا المحتوى انت ما بتعرفي مانو مثلا اخصائي بالتربيه او مانو مثلا انت عارفانه هو شو عم يعرض تمام النقطه الثانيه والمهمه انه احيانا المحتوى الموبايل حتى لو كان انه انت حاطتي له مثلا برامج تعليميه او الى اخره بس الاعلانات اللي عم تطلع هي كمان ما بتناسب الطفل يعني انت مثلا بتشوفي انه عم تعطي الموبايل للطفل حتى لو كنت عارفانه هو شو عم يدخل بس انت في عندك اعلانات عم تنعرض ومعظمها الاعلانات انتم موبايلكم عم يطلع فيه اعلانات وهي صار وإعلانات يا عين عليكي فهي مثلا احنا لازم ننتبه على المحتوى النقطة المهمة انه نحن مثلا وقت الطفل بينعرض قدامه الموبايل نحن خلينا نكون مشاركينه بهذا الموضوع ما نعطي الطفل الموبايل لانه احنا بدنا نخلص منه تمام والمعظم الاهالي مثلا بتشوفي انه مثلا عم يعانوا من هذا الموضوع نحن دائما بنقول لهم انه في عندكم نقاط معينة لحتى تقدروا تعالجوا هاي المشكلة مثلا اجت لعندك ام قالت لك انه انا مثلا عندي مثلا عندي ضغط كتير بدنا نساعدها بتنظيم وقتها نحن مثلا كأخصائيين اجتماعيين نحن بنساعد الأم على تنظيم وقتها بنساعد الأب على أنه كيف ينظموا بيئة حياتهم اختصاصنا بهذا المجال هو بيساعد البيئة يعني الأسرة بشكل عام لحتى تعرف تتعامل مع طفلة يعني أنا ما بقول له مثلا شيل الموبايل من إيده طب أوكي بس ما هيك بتنحل المشاكل ولا هيك بتنحل مثلا مشاكل الأسرة مشاكل الطفل ومشاكل الأم أول شغلة نحن بنرجأ لسبب المشكلة مين سبب المشكلة الأم؟ نحن تمام فأنت مثلا مساعدة بتنظيم وقتها مساعدة كيف تقعد مع ابنها نعلمها كيف طريقة الجلوس مع ابنها كيف خلق الأنشطة البديلة يعني نحن مثلا في عنا خطوات عملية مثلا حتى نحن نقدر نخلي الطفل يبتعد عن الإنترنت أو يبتعد عن الموبايل وهي أول شيء الصبر يعني انت مثلا الطفل عم يتفرج 3 ساعات على الموبايل طب انت بوجهه نظرك انه 3 ساعات على الموبايل انت فجاه بدك تلغي الموبايل من حياته ما بيمشي الحال بدك تبلشي بالتدرج بتنظيم وقته انه مثلا نحن مثلا مسموح بهذا اليوم انه مثلا انت تتفرج مثلا 15 دقيقه او ساعه او الى اخره انت بدك تساعدي بهذا الموضوع يعني بدك تشاركي بهذا الموضوع مو انه مثلا هات الموبايل من ايدك وانت ما عاد يعني هذا الشيء من البدايه لازم نحن نكون معودينه عليه ما بيجي مثلا تارك الموبايل ولا الطفل مع الموبايل مثلا سنتين ثلاثه اربعه وبعدين بدك تسحبيه فورا ما بيمشي الحال فضيت فضيت انا بقى بدي اقعد معك ما بيمشي الحال صحيح انت تصير الشغله بالتدرج يعني انت في عندك الصبر في عندك التدرج بالغاء الموبايل من حياه الطفل انا ما عم اقول لك تلغيه بشكل كامل بس انا عم اقول انه نحن ندرج لحتى نحن نبعد الطفل نخليه انه يتجه للحياه الاجتماعيه وحرام نحن كثير حرام انه مثلا الطفل قبل ما يفوت على الحياه الاجتماعيه نحن نخليه يفوت بالحياه بالموبايل والحياه اللي هي بتشغل خياله اكثر خليه يتعرف على بيئته الجميله خليه يتعرف على البيئه المحيطه فيه بعدين بس يتطور دماغه ويتعرف على بيئته المحيطه بعدين ننقله للحياه الخياليه تمام. كمان يا رب الطفل بيستغل هاي النقطة يعني في أشخاص بيقولوا لك إنه لا صغير ما بيعرف يعني أنا حتى هاي الحالات بشوفها يعني عند أولاد أختي أعطيني الجوال إذا جاي ضيوف أو إذا طالعين لأن حدا إذا أعطيتيني الجوال ما بعزبك إذا ما أعطيتيني الجوال أنا رح أعزبك إيه بيشرط صار الطفل بصير بالأهل بهي المرحلة بصير بالأهل بمرحلة إنه عم يستغل الطفل عم يستغل نقاط ضعفه وثاني شغلة الأهل عم يهتموا كثير برأي البيئة المحيطة طيب سؤال هلا أنا أول شيء ما حدا حيخاف على ابني مثلي مزبوط صح. فانا وقت مثلا بشوف ابني انه هو عم يستغل هذا الموضوع حتى لو عيط وحتى لو بكي ممنوع القرار اللي نحن بنكون متفقين عليه طبعا هذا الشيء بيتم بحوار بيتم بنقاش بس ممنوع شو ما عمل انا اعطيه الشيء اللي بده اياه تماما تمام يعني مثلا احنا متفقين على ساعه معينه اوكي انت ممنوع هي يعني مسموح بهي الساعه تتفرج فقط. على حتى لو قال لك انه انا بدي قلي له عزب اوكي انت حتنحرم من شغلات معينه انت في عقاب حتاخده بس وقت نشوف الطفل انه انا ما رح بقى استغل امي بهذا الموضوع او ابي بهذا الموضوع حيلغي الموضوع بشكل حيدور على فكره ثانيه بس طيب. احنا بنضل لازم نضل واعيين لهدول القصص طيب يا اليوم نحن رغم كل السلبيات اللي عم نحكي عليها ولكن اليوم هو هذا العالم يعني هو طرح نفسه بحياتنا طبعا. كنا كبار او صغار واليوم مثل ما نحن عم نستفيد منه بعملنا بعلاقاتنا بالتواصل الاجتماعي اكيد الاطفال اليوم في ثغرات إيجابية رح يشتغلوا عليها يعني في ثقافات أخرى مجتمعات أخرى في قصص كتير
فينا نحن نفعله بالشكل الايجابي، شو اهم الايجابيات اللي ممكن يحصل طفلي فيها من الجوال او الاجهزه بشكل عام؟ هلا شوفي الجوال بشكل عام هو طبعا نحن ما بدنا ننفي انه هو سلبي جدا، لا نحن كاشخاص بالغين نحن في بنستفاد من الموبايل بشغلنا بحياتنا بالتواصل والى اخره. الطفل كمان ممكن يستفاد هو عن طريق مثلا البرامج اللي انت بتختاري له اياها لحتى يتفرج، ان كان من تعليم الاحرف الابجديه لتعليم الالوان، تعليم هلا الطفل بمهاره التقليد بصير بيلقط الاغاني، نغمه الاغاني، بصير بيتعلم رقصات، بصير الطفل بيتعلم الاحرف الابجديه، يعني معظم الاطفال خصوصا الطبيعيين بتلاقيهم انه هن بصيروا بيتعلموا الاحرف الابجديه لحالهم، الالوان، يعني هذا اكبر مثال عن تجربه شخصيه. انا ابني مثلا بحط له اوقات معينه الموبايل، فانه مثلا عم يتعلم شغلات معينه، عم يتعلم شغلات مفيده، ما بدي انكر الشغلات السلبيه، بس نحن وقت نحن بصير تشاركي بيننا وبين هذا الطفل، يعني بينك وبين طفلك، وبتصيري مثلا الاغاني تغنيها انت وياه، الاحرف الابجديه، تدمج الاحرف الابجديه اللي عم يشوفها بشغلات انت تعلميها، قديش الطفل برايك حيستفاد؟ أكيد. فالطفل هو قدران يتعلم، هو قدران يستفاد من الموبايل او الاجهزه الذكيه او التلفزيون، وقت انت بتصيري انه انت بتحددي الاهداف اللي انت ممكن تفرج للطفل وتكوني مراقبتيها ومشاركتيها معه، وهون ممكن يتطور الطفل. تماما. اليوم كيف فينا نحط حدود صحيه؟ يعني نحن عم نحكي حكينا بمرحله الطفوله المبكره، يعني نحن هدول الاعمار الاربع سنين، خمس سنين، ست سنين، يمكن فينا من البدايه انه نضبطهم، يا نعودهم على الجوال بطريقه متوازنه يا اما كثير. اليوم المراهق في حال ما كان هي الفكره عنده او ما كان الجوال بين ايديه من هو صغير، بس شهر شهرين كان في اتفاقيه وتعود على الموبايل كثير، اليوم حال سحب الجوال منه خلص انه ما بقى في موبايل، او في ممكن طريقه انه اعتدال انه لا انت تنظم وقتك. تمام. هلا انت وقت بتدشي مثلا هون في عنا من الطفل انتقل لمرحله المراهقه، والمراهق بشكل عام هو بياخذ قراراته لحاله، فهو متعود انه هو يبلش ياخذ قراراته لحاله، فانك انت تجي تفرضي قرار عليه هو شيء كثير صعب. طيب انا خليني اقول انه مثلا هو لحتى موصل مرحله التعلق بالموبايل اكيد نحن في مرحله اهمال رحنا، لا يعني مثلا احنا صرنا نتركه على راحته، المراهق ما بينترك لحاله، المراهق بده يكون فتره مراقبه. حتى انت وقت بدك تبلشي تعطيه الموبايل بلش يتعود على الموبايل، انت ما بتمسكي مثلا فورا الموبايل بتعطيه وخلص صار مسموح له كل شيء، شغله جديده بده يكتشف، بده يتعلم، شاير رفقاته على يعني عم يشتغلوا على الموبايل طول الوقت، فهو صار عادي عند كل المراهقين او عادي عند كل المجتمع انه رفقات في معهم موبايل. انا بدي موبايل، فانت مثلا من بدايه الموضوع انت لازم تكوني نظمتي له القصه، حتى لو نظمتي المراهق عنيد ما بيرد. اوكي، بس انت بصير مرحله فرض انه مثلا انا في نقاط معينه او تدرج باعطاء الموبايل، تدرج بانه انت مثلا هلا الموبايل ما في داعي طول الوقت معه، خصوصا المراهق ما بيعرف الصح من الغلط، صحيح. المراهق انه ما انه قدران يتخذ قرارات صحيحه، بس نحن وقت اللي بنجي بنصير نحن بنحطه تحت الامر الواقع، انه انا مثلا الموبايل انا كأم تمام عم بحط الموبايل معي بعطيه بساعات معينه، هو التعود اي عاده بدك اي شيء بدك مثلا تقومي فيه بصير بحاله تعود، فانت وقت بتنظمي له اوقات، وقت اللي انت بتنظمي له ساعات اللي هو لازم ينعطى له الموبايل فيها، رح يعذبك اول فتره. انا ما بقول لك انه مثلا هو فورا رح يمشي مثل ما بدك، لا تستسلمي وترجعي ترجع الموبايل، بس هذا اليوم استسلموا يعني، بس هي الفكره، المفروض يكون عندنا اراده. يمكن يارا يعني فتره المراهقه، يعني انا كمان يعني مو ظابطه، انا بعد 13 سنه اجي بدي انظم له بعد 14 سنه، يعني ما هي الفكره بتجي هون يعني التنظيم من البدايه. صحيح يعني تمام. يعني هلا مثلا انت حتى مثلا خلينا نقول الرياضه، اي شيء بحياتنا من احنا كاشخاص احنا بدنا نتعود عليها، ما فيك تتعود بسهوله. طيب اليوم هذا المراهق او هذا الطفل، اليوم انا رح اشيل الموبايل من ايده، رح انظم لهم ساعات يشتغلوا على كان على التاب او الموبايل او حتى شاشه التلفزيون، اليوم انا بدي اعطيهم بديل لهم كرمال عبيلهم هذا الوقت، وخاصة نحن جايين على الصيف، في أنشطة صيفية، في نحن عندنا اليوم محيط حوالينا مفروض نتواصل معه، خلينا نحط هيك أساسات أو خطة للأهالي اليوم كرمال بعد الامتحانات، كيف قادرين ينظموا هاي الموضوع؟ تمام. هلا أنا وقت اللي بدي أتجه للأهالي بتجه على الأنشطة اللي بيحبوها الطفل، يعني أنت ذكرتي فكرة كثير مهمة، الأنشطة. طب أوكي، بس أنا هون بدي أختار الأنشطة كمان، ما أضغط الطفل أو المراهق بطريقة أنه هو ينفر، يعني فورا الأهل بيروحوا لدورات رياضيات وتعليمية وإلى آخره، لازم نعطي الطفل في شيء ترفيهي، يعني مثلا في دورات كثير حلوة، إن كانت تعلم الموسيقى، إن كانت الأنشطة الترفيهية للطفل، الرياضية وإلى آخره، فالخطة لازم يستخدموها الأهالي هنا، يتعلم يساعدوا الطفل إن كانت بالنوم،
نومه، ان كانت بتنظيم وقت النومه، بتنظيم وقت الموبايل الى اخره. لازم يتعلموا الاطفال او الاهالي على وضع خطه انه هن كيف بدهم يشتغلوا مع طفلهم. يعني مثلا نحن في عندنا مرحله انه المراهق مثلا خلص الامتحان، بعد الامتحان انا لازم يصير في عندي شو هي الانشطه، لازم اكون مخططه شو هي الانشطه لازم يتخلى الطفل. وفي شغلات كثير عم تطلع جديده، يعني ان كان المبرمج انه مثلا كيف الطفل مثلا يصير مبرمج الى اخره، في شغلات كثير حلوه. يعني احنا اذا فتحنا مجال كثير بتدخل شغلات حلوه، ان كان تعلم لغات جديده، ان كان مثلا شغلات ابداعيه للطفل. حتى الحساب الذهني اليوم اخذ مساحه كثير كبيره، لانه هو عم يعلم الطفل يعني شغلات جديده. حتى في كمان هلا الاولاد شوفونا كثير عم يتجهوا على رسم الماندالا مثلا، شيء جديد بس هو عم يتعلموها، الجمباز الباليه. فنحن وقت اللي نفتح افق الاهالي مثلا عن الشغلات اللي ممكن يعني مثلا يشتغلوا فيها الاهالي، بنلاقي انه الاطفال حبوا، او بنتجه انه للشغلات اللي بيحبوها الاطفال، فبنلاقي انه الاطفال حبوا يدخلوا هذا المجال. نحن هيك نظمنا لهم فئتهم، نظمنا لهم مثلا وقتهم على الموبايل، نظمنا لهم الانشطه، فهيك ما رح يصير في عنا تعلق بالموبايل اصلا. يمكن هاي الأنشطة بفترات الصيف أفضل يمكن طبعا من فترات الشتوية، وفي وقت لها أفضل. بدنا نتشكر حضورك معنا يارا أحمد الاختصاصية الاجتماعية، وللمعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك. شكرا يارا، بقيت نهار حلو لك مع هدول المطارات الحلوين. إن شاء الله خير على الجميع بيكونوا. أهلا وسهلا. كفينا بمشوارنا الصباحي، وصلنا لفقرتنا الطبية اليوم لنحكي فيها عن بطانة الرحم المهاجرة. طبعا هي بطانة الرحم المهاجرة بتحدث لما بينمو نسيج بيشبه بطانة الرحم الداخلي، لكن بينمو أو بيصير بأماكن أخرى خارج الرحم. هذه المشكلة كتير بتسبب مشاكل عند النساء، منها مشاكل الإنجاب، الخصوبة، وأيضا آلام شديدة. اليوم أسئلة كتير رح تجاوبنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الدكتورة ريم زيتون، اختصاصية جراحة نسائية وتوليد. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. كيف المطر اليوم؟ ما شاء الله ربعت الخير. دكتورة خلينا هيك نروح لهذا الموضوع الشائع، كنا عم نقول وفي نسبة كتير كبيرة منتشر بين النساء. صحيح. ولكن طبيا اليوم إذا حبينا نعرف شو هي بطانة الرحم المهاجرة وكيف تتشكل عند الصبية؟ هلا بطانة الرحم الهاجرة اسمها من اسمها، نحن فينا نقول بطانة هاجرة، يعني انزراعات خلوية تشبه بطانة الرحم بأماكن غير أماكن وجودها الطبيعي اللي لازم تكون موجودة فيه. فمنلاقيها بغير ما بغير بطانة الرحم، نلاقيها على الأبواق، على المبيضين، على الأمعاء، على المثاني، على المستقيم، بالحوض، على البرتوان، ممكن نشوفها بالرئتين. نعم. بأي مكان ممكن نشوفها. هيك اسمها إندومتريوز، بالإنجليزي الإندومتريوز أو بطانة رحم هاجرة، يعني انزراعات إمبلانس موجودة بغير أماكن وجودها الحقيقي اللي هو بطانة الرحم. فممكن تنتشر من بوق فالوب امتدادا للمبيضين، للحوض، للامعاء، للمثاني، للرئتين، لجوف البرتوان. غريب دكتورة، يعني اليوم عم تعطينا معلومة انه نحن بجوز صبايا مفكرين بس بالرحم اليوم تماما. ممكن تتشكل اليوم نحن وصلنا للرئتين، يعني انه ممكن. صح. هلا هو نحن عم نقول هاجرة، يعني نحن عم نقول هاجرة يعني مكان وجودها الطبيعي طبيعي ممكن نوجد بالبطانة، هي تشكل زهاري ببطن بطانة الرحم. فإذا نوجد بأماكن مكان تاني صار مكان شاذ، صار مكان غلط، صار بيؤدي لحالة مرضية، صفيت وبقى صفيت حالة طبيعية. طيب صحيح. دكتورة قبل ما نروح ونحكي بالأعراض خلينا نحكي بالأسباب، شو الأسباب الأساسية اللي بتؤدي لهذا الشيء، ومين هنون يمكن الأعمار اللي أكثر عرضة لهذا الشيء؟ هلا نحن بنشوفها طبعا بنشوفها بسن النشاط التناسلي، بدءا من اول دوره طمسيه لحد سن الياس، تظاهراتها بتكون من اول دوره طمسيه لسن الياس. هاي سن النشاط التناسلي فينا نقول، لانه اللي بيغذيها هو هرمون الاستروجين، هرمون النشاط التناسلي، هرمون الانوثه، فلذلك بنلاقيها او بنشوفها حصرا بسن النشاط التناسلي. اما اسبابها بتختلف كثير، فعندنا تنوع بالاسباب، بس لما بتجينا مريضه فينا نحدد لها سبب واضح لها انه ليش عندها هي اندومتريوز. اكيد ما فينا دائما نقول هذا السبب هو الاكيد المرجح لحدوث اندومتريوز عندها او بطانه رحم هاجره. هلا الاسباب عندنا بتختلف بين كذا سبب رجحوا العلماء، بس ما في شيء مؤكد طبعا برجع بقول لك. فاول سبب الاكبر من نقول الطمس الراجع، يعني امتداد النزف الطمسي بدل ما ينزل كله، في شيء قسم منه ممكن يرجع شوي على البطن. اذا كان موجود في خلايا بطانه رحميه ممكن تساوي امبلانتس انغراسات بقلب الحوض او على اي عضو ثاني بالبطن وتساوي لنا هذا الشيء اسمه الاندومتريوز. هذا السبب الاول والكبير.
في عندنا شيء اسمه ثاني الخلايا الجنينيه، ممكن خلايا جنينيه او خلايا جذعيه تتحول سبب من الاسباب استروجين داخلي استروجين خارجي تحول لخلايا اندومتريوزيه بتسبب كمان مرض الاندومتريوز عند الصبايا. في عندنا كمان العمليات الجراحيه كمان بصراحه العمليات الجراحيه احيانا ممكن تنقل بعض الخلايا البطانيه الرحميه بعد عمليات الجراحيه على الرحم تنتقل لمكان ثاني تساوي انغراسات تتشكل عندها اندومتريوز في وقت لاحق. هي الاسباب الاهم. وفي عندنا اخر سبب مرجح كمان انه مشكله بجهاز المناعي، انه الخلايا المناعيه عندنا ما عم تتعرف على الخلايا البطانيه الرحم باماكن غير اماكن وجودها الطبيعيه، فهون ما لعبت هاجمه ولعبت خربها فعب تتكسر وتعمل اندومتريوز بهذا المكان. طيب دكتوره اذا بدنا نروح لموضوع التشخيص، يعني وقت الصبيه بتجي لعند حضرتك وعندها هي المشكله تشخيصيا كيف بتتم المتابعه؟ هلا ما في صبيه بتجي بتقول لك انا عندي اندومتريوز او شاكه بحالها عندها اعراض، يوم في اعراض وانها بتختلف. هلا بيجوا الصبايا، هلا التشخيص نحن بنبلش فيه بالفحص، فحص النسائي طبعا، بعدين ممكن نلجا للايكو. على الايكو ممكن نشوف العقد او الكيسات او الكتل او الكيسات الشوكولاتيه الموجوده بالبطن، ممكن بعدين نتحول ام ار اي المرنان لنأكد ونشخص ونحدد مكان الانتشارات، بعدين ممكن نلجأ آخر مرحلة والأهم التنظير. تنظير البطن، نعمل تنظير نشوف الانزراعات عيانيا يعني على المنظار عنا الكاميرا وممكن ناخد خزعات نبعتها على التشريح المرضي ونأكد الموضوع طبعا. تماماً. طب اليوم الصبية يمكن ما تكتشف هذا الشيء، بجوز أنه تحس أنه هاي أعراض عادية تقلبات، في مؤشرات ممكن تكون زايدة عن حدها مثل ما بيقولوا أنه هي فعلاً عندها هذا الشيء؟ هلأ المؤشرات أكيد في مؤشرات بتكون زايدة عن حدها بتدل بتراجع فيها الصبية أو ممكن تشك بحالة أنه عندها هذا المرض. هلأ العرض الأشيع والأهم هو عنا الألم، الالم اللي بيرافق الاندومتريوز، الالم اللي بيرافق الاندومتريوز له صفات خاصه بصراحه. صفاته انه ببلش قبل الطمس، ممكن اسبوع زمان، بيضل لايام الطمس، بيشتد طبعا ايام الطمس وبيروح الطمس، تخلص الدوره الطمسيه والمريضه موجوعه يعني بتضلها موجوعه، هذا صفته الم الطمسي. الشده الم الطمسي بالاندومتريوز شديد، يعني بتوصف لك المريضه غير محتمل. تمام. مو الم عادي، يعني كل النساء ثلث النساء او ثلثين النساء عندهم الم طمسي بصير احيانا، بس الم عادي يعني المسكنات بتاخذ اي نوع مسكن ممكن يروح، بس الم الاندومتريوز بصراحه ما بيخف على المسكنات. هون لازم تنتبه. وين بتركز الوجع دكتوره اكثر شيء؟ هلا اغلب الوجع ممكن يتركز بسفل البطن لك بطني او سفل الظهر. تمام. هذا الالم الوصفي يعني. هي العرض الأهم. فينا نقول العرض الثاني نفخة، تناوب إمساك وإسهال، نزف طمسي غزير، نزوف بين الطموس، ممكن نشوف أعدم بين الطموس، بول مدمى، إذا كان في انزراعات بالمثانة ممكن نشوف بول مدمى أو براز مدمى. تمام. غثيان، تعب، يعني اكتئاب، تدخل حالة اكتئاب بالطمس، قلق، يعني كثير شغلات. طيب هدول الاعراض هن ثابتين عند كل الصبايا دكتوره اليوم؟ ممكن يشعروا فيها جميع الصبايا او اليوم لا تختلف من صبيه لاخرى؟ يعني يمكن قلتي لي حضرتك انه في احيانا بيكون صامت، يعني صح. ما بتشعر الصبيه. هلا نحن اللي كيل الاندومتريوز سالوس او اعراضه لا سالوس بنشخصها عسر طمس، عسر جماع، عسر تغوط. تمام. هدول الثلاثه بيرجحوا لنا كثير الاندومتريوز وممكن يوجهونا انه نشك فيه لندور ونشخص عليه بالسائل التشخيصيه اللي عندنا. بتجينا المريضه حالات الالم بتختلف بين مريضه ومريضه، مو شرط انه الالم عندها شديد يكون اندومتريوز درجه رابعه مثلا. نعم. في ناس عندها الاندومتريوز كثير مشتد وما بتحس بالم خفيف، في ناس بيجونا بالم شديد وبتكون بصراحه ببدايتها لسه مجرد امبلانس انزراعات بسيطه يعني. فالالم ما بدل على شده المرض ابدا ابدا. طب اذا بدنا نحكي اليوم عن التقلبات او التغيرات الهرمونيه كيف ممكن انها تاثر على بطانه الرحم المهاجره؟ طبعا الاندومتريوز هو مرتبط جدا بهرمون الاستروجين، فلذلك التغيرات الهرمونيه بالدوره الطمسيه هي اللي بتاثر على الاندومتريوز وتخليه يشتد
ويزيد. الهرمون المغذي للاندومتريوس هو الاستروجين، فلذلك نحن قلت لك من البدايه انه بيتم بيصير بمرحله النشاط التناسلي من اول دوره طمسيه لاخر دوره طمسيه، بخف بعد سن الياس وقبل البلوغ ما بيكون موجود ولا له اعراض، فلذلك هو هرمون النشاط التناسلي هو السبب الاساسي بالاندومتريوز. طيب دكتوره، هاي الحاله عم نحكي عليها وعرفناها، حكينا اسباب اعراض، هل اليوم علاجيا في شفاء نهائي منها؟ يمكن لا. ما هلا بصراحه ما له علاج، ولكن هو حاله مزمنه للاسف، يعني حاله مزمنه، علاج ما في عنا. احنا بنعالج بشكل عرضي تخفيف الاعراض المرافقه للاندومتريوز. كيف يعني دكتور؟ شو اهم الخطوات الاستخداميه مع المريضه؟ اهم خطوه بصراحه بالعلاج هو الاكتشاف المبكر. لما انت بتكتشفي الحاله بمرحله مبكره بتعطي هرمونات، علاج هرموني لنوقف امتداد الاندومتريوز او تقدم الاندومتريوز. هذا الهدف الاساسي نحن بالكشف المبكر او بالعلاج، يعني انه نكشف مبكر من علاج هرموني نوقف التطور المرض. اما علاج ينهي او شفاء تام له بصراحه ما في شفاء تام ابدا. هل بعض الادويه ممكن تاثر او تزيد حده الالم للسيدات او الصبايا اللي عندهم هي الحاله، بطانه الرحم المهاجره، ممكن بعض الادويه تهيج هي الحاله عندهم او تزيد من حدتها؟ هلا ادويه مخصصه تهيج ما في الا اذا بتاخذ استروجينات خارجيه. هلا الهرمون الاستروجين هو الوحيد ممكن يأجج الحاله ويساوي لها فوعه زياده او يشتد الالم عند المريضه وبس، اما شيء ثاني بصراحه ما في ابدا اي شيء. طيب اليوم العلم يوم عن يوم عم يتطور، في ابحاث جديده، في دراسات جديده، هل اليوم في شيء جديد بهذا المجال بعلاج بطانه الرحم؟ هلا احنا اتفقنا ما الى علاج، ولكن علميا يعني في شيء جديد؟ هلا للاسف يعني ما في شيء جديد انه يشفي بطانه الرحم او خلصنا من هذا المرض على الاخر. نحن بنعالج بشكل تلطيفي مثل ما قلت لك بالهرمونات لنوقف تطور المرض وسير المرض وفوعته، وممكن نعالج بشكل جراحي خلال تنظير الباطن، نستأصل الافات الموجوده بالبطن او باي مكان موجوده، نعمل تخسير، استئصال كي، وبعدين نعطي هرمونات لفتره طويله من الزمن مشان توقف او تتصبط مع التنمو. هذا الحل الموجود حاليا. طب القصص الجراحيه هل ممكن يكون لها تاثيرات اليوم على السيدات وخصوصا يمكن مراحل الانجاب او حتى الصبايا؟ كثير يمكن بخافوا من اجراء العمليات الجراحيه، بيقول لك انه لسه بكير على هدول القصص، ممكن يكون في لها فعلا تاثيرات عليهم؟ هلا نحن بنلجا بالجراحه حالات محدده، يعني بصراحه لما بتشكل عندنا بنلاقي عندها كيسه شوكولاتيه مؤلمه، مريضه جايتنا قصه الم شديد، بنلاقي عندها كيسه مبين محتواها مدمر كذا، بتكون هي كيسه شوكولاتيه بسبب الاندومتريوز، هي ما لها حل غير نتداخل جراحيا نخسر بطاني او في اذا فينا نستأصلها كامل نستأصلها. مرضى العقم، الاندومتريوز بالمرحله الشديده بيؤدي العقم بصراحه، فمرضى العقم نحن من معالجه تلطيفيه او مساعده لاطباء طفل الانبوب انه مشان نجاح طفل الانبوب عندهم، فممكن نتداخل بشكل جراحي نخفف من الحده الموجوده بالبطن الاندومتريوز. بعد سن الياس او حوالي سن الياس ممكن نلجا لاستئصال رحم، مبايض، ملحقات، الامبلانتس الموجوده، وكها معالجه تلطيفيه مو اكثر من هيك. طيب دكتوره، عم تقولي حضرتك انه ممكن في كثير من الحالات انه بيوصل الموضوع لموضوع العقم عند الانثى، يعني اليوم ايمت ممكن نصل لهي المرحله؟ يعني الانثى ايمت توصل لموضوع انه صار في عقم بسبب الاهمال، بسبب عدم مراجعه الطبيب بالوقت المناسب؟ هلا اكيد مثل ما قلتي صح، هلا انا قلت لك اول درجه الوعي. الوعي كثير بيلعب دور، لما المريضه عم تحس انه في شيء غلط عندها بالدوره الطمسيه او في اعراض مو صح تراجع فورا. نبحث نحن، بنعمل اجراءاتنا التشخيصيه، مجرد اكتشاف المرض بنعطي معالجات بتخفف سير المرض ليشتد ليصير اشد، يوصل لمرحله مع المريضه عقم. فهمتي علي شلون؟ نحن عندنا المرض نحن اربع مستويات تقريبا، مستوى اول، ثاني، ثالث، رابع، يعني العقم بصير بالمرحله الرابعه، فاذا المريضه راجعت من بدايه اعراض وكشف المرض فنحن بنعطي الهرمونات اللازمه توقف لسير المرض، فما بتدخل بتوصل لمرحله العقم. انت علي كيف هيك؟
أكيد دكتورة بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتيها، وأكيد بنتمنى السلامة لجميع السيدات والصبايا. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، يومك حلو. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير لكم. أما نحن مكملين معكم بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما ننتقل للمساحة القانونية خلونا ننتقل ضمن تقريرنا للحسكة، حيث أقام فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية معرضا تراثيا توثيقيا للمنسوجات اليدوية التراثية. حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا أحمد الحمدوش. في إطار جهودهما بتعريف أبناء محافظة الحسكة بالتراث المادي وأهمية المحافظة عليه، أقام فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية معرضا تراثيا توثيقيا لفن السلو والمنسوجات اليدوية التراثية. هذا معرض من معارض التراث الذي يعبر عن فن كانت تقوم به المرأة الريفية والبدوية، هو فن السدو وفن المنسوجات اليدوية. ونلاحظ أن في هذا الفن حالة من العراقة التي تميزت بها المرأة بالرغم من ظروفها الاجتماعية، وأنها كانت مثلا امرأة أمية. المعرض التراثي ضم عددا من نماذج المنسوجات اليدوية ذات الأشكال الجميلة والألوان الزاهية والتصاميم الإبداعية التي برعت فيها المرأة البدوية الريفية في مختلف مناطق الجزيرة السورية. لدينا في هذا المعرض قطع من المنسوجات التراثية التي يمتد عمرها الزمني أكثر من 100 عام. نلاحظ في هذا المعرض المنسوجات التي دأبت المرأة الريفية العمل بها وصناعتها. فن السدو هو عبارة عن تراث قديم، يعني يعود للأجداد، في رمزية معينة لهذه المحافظة طبعا، ويدل على أن الأعمال القديمة كانت كثير ومتعبة ومضنية لما كانوا يصنعون هالنقوش وهالديكورات وهالفنون هذه الموجودة هذه كليتها. أنا سعيدة جدا بهالمعرض اللي أحيا تراثنا العريق اللي احنا نستمد منه يوم ورا يوم الحضارة من خلال المنسوجات، أنا أعتبرها صناعة نسائية بحتة. هذا المعرض يأتي لنفض الغبار، نفض غبار النسيان عن المنسوجات التراثية والأدوات التراثية القديمة لتذكير الجيل الجديد بهذه الأعمال الإبداعية. وتعد الجزيرة السورية متحفا للتراث المادي واللامادي الذي يشكل جزءا أساسيا من الهوية الوطنية التراثية. الجامعة أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. أما هلأ حنروح ضمن المساحة القانونية ليلى، وحنحكي بموضوع عملية الشيوع اللي هي عملية قانونية إدارية وتعتبر مهمة نحو تحديث النظم العقارية وتعزيز التنمية الاقتصادية. تماما يا رشا، بمساحتنا رح نتعرف على الجوانب المختلفة لإزالة الشيوع وكيف ممكن تأثر على جميع الأصعدة مع ضيفتنا المحامية آلاء كريم الديني. سعد صباحك آلاء. صباح الخير أستاذة، وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية خلينا نعرف شو يعني كلمة شيوع بالقانون، شو بتشمل؟ معنى كلمة الشيوع بالقانون هو ملكية شخصين أو أكثر على شيء ما غير مفرز حصته. يعني مثلا عنا عقار مملوك لشخصين، هذا العقار ما بيعرف الشخصين وين حصتهم بالضبط، شو هي حصتهم، هي كلمة الشيوع قانونه. طب إذا اليوم بدنا نحكي إمتى بيتم اللجوء لإزالة الشيوع؟ بيتم اللجوء إلى إزالة الشيوع كمان عنا عقار إحنا مملوك لعدة أشخاص ما بدنا نضلوا مشتركين بالشيوع، بدنا يطلع من هذا المال الشائع، فبيرفع دعوى إزالة شيوع. بس بيتم طرحه بالمزاد العلني طبعا في حال إذا العقار كان غير قابل للقسمة أو هن مختلفين ما لهم متفقين مثلا على قسمة رضائية بينات بعضهم، فبيلجأوا لدعوى إزالة شيوع أمام محكمة الصلح. طب شو يعني إزالة شيوع؟ يعني معلش خلينا نبسط أكثر بالمعلومات كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد من الفقرة. يعني أنا وقت اللي بدي أروح أرفع دعوة إزالة شيوع، الإزالة شو هي؟ هل هي تخصيص حصاص؟ هل هي مزاد؟ تمام، هي تخصيص حصاص. هلا عنا أعطي مثال عشان يكون الشكل واضح أكثر. عنا عقار مملوك لأربع أشخاص فرضاً، هن بدهم يطلعوا من حصتهم، بيلتجئوا لإزالة الشيوع. وقت ما بينباع بالمزاد العلني مثلاً، كل واحد بياخذ حصته مال. بصير هذا انتقل حصته لمال، بياخذ كل واحد مال. وقت ما انباع بالمزاد فهيك ما عاد في ملكيه شائعه، كل مثلا عقار اشتراه شخص او هن ممكن يتفقوا بينات بعضهم انه يشتروا العقار،
فإذا اشتروا العقار صار ملكيته لشخص واحد والباقي أخذ حصته مال. من مين أخذ؟ من المشتري أو من الباقي الأطراف اللي بقيوا؟ من المشتري، حسب مين اشترى عقار. بقى إذا اشترى شخص تاني هو غريب مثلا أكيد أخذه. إذا ممكن يشتري أحد الورثة هو يشتري كمان بياخد حصته، بياخد حصته. قديش حصته مثلا من العقار له 400 سهم لنفترض، قديش بتسوى هي مالا؟ فخلص انتقلت حصته للمال وأخذ مال. طب هي الحالة آلاء بده يكون جميع الأفراد أنه المالكين اليوم هنن موافقين على عملية البيع، أو حدا أنه مثل ما ذكرتي أنه بيتنازل للثاني، أو يمكن اللي بيكون اللي له أسهم أكثر بالبيت هو اللي بيحق له يعمل إزالة شيوع؟ لا لا، هل أي شخص مالك له سهم واحد بالعقار بيقدر يرفع دعوة إزالة شيوع. وقت ما بيرفع الدعوة لازم هو خاصم فيها جميع الشركاء يلي مسجل إملين بالإخراج القيد، لازم ما ينقص حدا أبدا، فخاصمهم كله بصير بترتفع الدعوة، مو شرط يكونوا موافقين أبدا. فهي خصوم آخر شيء من بلغهم وبصير خصوم وبصير خبرة بقيم قيمة العقار قديش بتتم الإجراءات. فهو شخص واحد قادر إنه يرفع الدعوة وشو ما كان حصته أبدا، ما في داعي إنه مثلا حصة معينة، لو سهم واحد هو بيقدر يرفع دعوة إزالة الشيوع. طيب أستاذي، هلا قانونيا هل اليوم في تأثيرات لإزالة الشيوع؟ هلا طبعا اكيد في تاثيرات. وقت بنرفع نحن دعوه ازاله شيوع العقار راح ينباع بالمزاد العلني، معناته هذا واضح انه عليه خلاف العقار، خلاف بين الورثه. ممكن هو كان في مورث توفى وصار هذا الورثه، فوقت ما التجئ لازاله شيوع صار في خلاف، فاجبار اي عقار بتعرف عليه خلاف ممكن بينقص من قيمته، لان ازاله شيوع اكيد خلاف فبينقص اكيد من قيمته. سبب المزاد، سبب اللجوء للمزاد بالنهايه ممكن بسبب المزاد، بسبب انه خلافه بالاخير. يعني انت ما بتشتري بيت من عده اشخاص مختلفين، ممكن ما بتشتري بيت من مالك شخص واحد، شخص بيكون قرار له. اليوم انت بجوز بموضوع الشيوع قادره تتحكمي اكثر بالاطراف من خلال النزاع. يعني طبعا هو الاحسن ان الورثه هنا يضلوا يتفقوا بينات بعضهم، ما يلتجئوا لازاله شيوع عشان سعر العقار وهيك، فالأحسن حلو الخلاف. طب اليوم قصص كتير بنسمعها حتى اجتماعيا، يعني بعض الحالات مثلا أنه اليوم في شخص ساكن بهذا البيت أو مالك هذا العقار له لأخوته في أسهم، يعني هي القصة عم تعمل كتير مشاكل بين الأخوة أو بالعائلات. اليوم أحدهم مسافر أو بعضهم مسافر ورجع حب يرجع يسكن بهذا البيت، الشخص اللي ساكن بهذا البيت ما سمح لأخواته أنه يسكنوا فيه، أنه خلص أنا قاعد بهذا البيت. يمكن هو أخذها من مبدأ أنه لما بيكون في حدا مستأجر بدون عقد أجار أنه القانون معه. هون كيف الحل؟ يمكن أحيانا الإخوة ما بيحبوا يفوتوا يوصلوا لهي المرحلة أنه للمشاكل وما بيقولوا للمحاكم بين الإخوة. إذا ما اتفقوا إجبار بده يلجأ للمحاكم. إذا اتفقوا بينات بعضهم مثلا خلص بحلوا بينات، يا بسكون سوا. إذا ما اتفقوا ممكن يرفع دعوة إجر المثل كمان، بيطلب إنه هو إجراء عن حصته يلي هو قاعد فيه، هذا الشخص يلي قاعد فيه عم يطلب حصته، عن إنه هذا الشخص الثاني ما له قاعد، فبياخذ إجراء عن قعدته بحصته، هذا إجر المثل ممكن نرفع دعوة كمان. فإجباري إذا ما في اتفاق كله بده يلجأ للقانون للمحكمة حاكم. طب اليوم ضمن موضوع إزالة الشيوع، اليوم في تغيرات مفروض اليوم المجتمع أنه يتأقلم معه ويتعايش معه، اليوم كيف قادر المجتمع اليوم قانونيا يعيش مع هذه التأثيرات؟ يعني ما عنده أمر، ما عنده حل إلا يتقبل إزالة الشيوع، حتى المسألة بتاخذ وقت أو مثلا ممكن ينزل من قيمة العقار بده يتقبل هذا المنحل، لأن ما في حل تاني. أو هو بده يضل بحالة إزالة الشيوع، بده يضل على خلاف، بده يضل ما كل واحد متخصص حصته، ما كل واحد بيقدر يصرف حصته بشكل تمام، لأنه هو مو معروفة حصته وين بالضبط. مثلا إذا عقار أو حتى السيارة أو أرض زراعية ما له معروف حصته وين هو مالك. طب اليوم كيف ممكن تخصيص العقار لأحد المالكين في حال غياب الطرف الآخر؟ يعني ممكن يكون الطرف الآخر خارج البلد. هل إذا مثلا خارج البلد ممكن هو يوكل محامي بعد وكالة خارجية. في حال ما في محامي أو ما في وكالة ممكن هو ببلغ عن طريق الصحف، بصير تبليغات عن طريق الصحف، هو يشوف التبليغات أو لازم يعرف بالدعوة، يا بوكل محامي أي إجراء بصير من بلغ عن طريق الصحف. وإذا ما وصل التبليغ ما في هذا الحل. بيستنوا اليوم، بتستنى قانونيا يعني انه وجود الشخص الغائب، يعني في حال لم ما وصل له التبليغ لا بالصحف ولا عن طريق اي شيء؟ هلا اكيد ما بنستنى، نحن وقت ما بلغنا بالصحف يفترض انه خلاص وصل له، هي الحل القانوني. في حال كان طيب خارج البلد هذا الحل القانوني، بنبلغه بالصحف ومعنا 30 يوم من تاريخ التبليغ. طيب ذكرتي استاذي حضرتك المزاد العلني، ونحن بنعرف انه اليوم في اجراءات تتخذ لاجراء هذا المزاد، خلينا نحكي عن هي الاجراءات وكيف بتتم.
تمام، هلا نحن رفعنا دعوى واخذنا حكم، هذا الحكم نحن بنحطه بالتنفيذ، كمان بنرجع بنبلغ حتى لخارج القطر بنرجع بنبلغه اختار تنفيذ هذا ما بنسميه، بعدين بصير في خبره بنحدد الخبره قديش قيمه العقار، بنحط اشاره بيع جبري، بعدين بنحدد مكان امتى المكان اليوم، كمان بصير تبلغات بالصحف بنعلن عنها امتى اليوم انه ساعه وين مكان المزايده، بتبلش المزايدة كمان من قيمة من القيمة المقدرة زائد 10%، مثلا هذا الخبير حددها قديش قيمتها بحددوها زائد 10% وبتبلش المزايدة، هون بصير زائد انقص مين بيدفع بثبت عليه المزاد، إذا ما ثبت عليه المزاد بينتقل المزاد لمدة 15 يوم بحددوه على المدة لبعد 15 يوم مزايدة ثانية. طب استاذة خلينا نروح لحالة تانية، يمكن هاي القصة كمان شائعة كتير وصارت بالسنوات الأخيرة، اليوم في حال وفاة الأب الأم والأولاد بهذا البيت يعني بأعمارهم صغيرة، اليوم رح يصير في حصر إرث، اليوم الأب تمام. والأم بيورثوا من الابن في حال وفاته، لكن هل هنون كمان بيقدروا كونوا صار لهم حصص بموجب حصر الإرث بيقدروا يعملوا إزالة شيوع وهي الزوجة والأولاد ساكنين بهذا البيت بنفس الترتيب، أم هون في رحنا لموضوع مختلف؟ لا لا، طالما هن صاروا ماركين فبيقدروا، ما في ترتيب مختلف ابدا، اي مالك ما بناخذ لحتى للصفه الشخصيه ابدا، اي مالك بالعقار حصه سهميه بيقدر يرفع دعوه، مالكين بيرفعوا دعوه اداره شو بتتم الاجراءات. طيب استاذ اليوم لاي حدا اليوم حابب يرفع هي الدعوه، شو هي الاجراءات؟ اي محكمه؟ كيف بيتم يعني خلينا نقول الخطوات في المحكمه؟ هلا هي امام محكمه الصلح، أمام محكمة الصلح بترفع لازم يكون طبعا محامي استدعاء دعوة، بينطلب استدعاء دعوة وكالة إخراج قيد عقاري من قدم للمحكمة، بصير بنبلغ من الأطراف يلي هن مالكين قيدا بنبلغهم كلياتهم وبعدين بتمشي الإجراءات. هلا أول بعد ما نخلص من التبليغات لهي أكثر شيء بتاخذ وقت، بس نخلص من التبليغات بنحط إشارة وبنصير في كشف، كما بحدد الكشف بيطابقوا انه البيت مطابق مع اخراج القيد ولا في اختلاف، بصير كشف مثلا بيقول الكشف انه العقار قابل للقسمه ولا غير قابل للقسمه، اذا قابل للقسمه خلاص انه ما بيصير من باب المزاد العلني، اذا مو قابل للقسمه بيصير بعدين بيطلع حكم، هون بتطلع هاي الاجراءات بالمحاكم جلسات بصير في حكم بعد الخبره وهيك، بصير بتاخذي حكم انت انه بازاله الشيوع بالمزاد العادي بعدين بتاخذيه وبتنفذي. طيب باقي الاطراف هل هن كمان بحاجه اليوم لمحامي او هو المحامي نفسه ممكن يشتغل عن جميع الاطراف كوكاله؟ كوكاله عن جهه المدعيه محامي واحد، بس الجهه المدعيه لا ما بصير محامي هو وكيل الخصم، اليوم كمان بحاجه خصم يعني مدعي ومدعي عليه طبعا بحاجه محامي، ما بصير محامي. قد ايه بدها وقت فصل بالمحكمه؟ والله هلا حسب الخصومه، مثلا حسب بدك ما في نحدد لك وقت، بس بتاخذ وقت، مثلا حسب الجهه المدعيه شخصين ولا ثلاثه ولا خمسه بتاخذ وقت، مسافرين داخل القطر معروفين مكانهم بالضبط ولا لا، فهذا كله بيلعب دوري. في كثير من الاشخاص يمكن بيتنازلوا رشا عن هذا الشيء او بيقولوا لك انه هي بدها تاكل معنا وقت او ممكن تكون مكلفه ماديا اليوم لحتى نحن نحصل حصتنا السهميه من هذا العقار، هل هذا الشيء موجود؟ طبعا اكيد موجود، هي خبركم انه اكيد بتاخذ وقت طبعا، حتى في مصاريف مثلا في خبره في كشف في اتعاب المحاماه كله هذا بياخذ يعني ممكن تكاليف. انا اليوم حط اكثر من حصتي السهميه لا لا اكيد مو لهالدرجه يعني ها قربتي لا لا ما بوصل لهالدرجه يعني اذا عقار انت ما في عقار قيمته قليله بتوازي اتعاب المحاماه او بتوازي مصاريف الدعوه، بس انا مثلا شخص بيقول لك انا ليش بحط 5 مليون لنفترض مثال، بقول لك لا خلينا نتفق بعينات بعضنا واخر شيء انا بدي احط هالمبلغ وبده يخسر قيمته العقار شوي، يعني الخبره ما بتطلع ما بتجيب قيمه العقار مثل ما هي بتبيعي بشكل عام، انت مالك عقار 2400 سهم لحالك وقت ما بازاله شيوع اربع اشخاص مالكين ما بيجيبوا نفس السعر فاكيد هذا بيختلف، عشان هيك بيقولوا لك انا ليش بنفوت بدعوه نحاول نحلها. هو دائما اكيد الصلح والوفق افضل من الدخول الى المحاكم، ولكن احيانا الانسان بيضطر يعني حسب الحال. اليوم استاذي اذا هيك بدنا نقول بنصائح قانونيه اليوم اللي بموضوع ازاله الشيوع، شو بتحبي تقولي للمشاهدين؟ شو يتبعوا؟ كيف يبلشوا؟ الاول شيء حاولوا هن يحلوا الامر بينات بعضهم بدون ما يلتجئ لازاله الشيوع، خلاص انه يتفقوا ما في خلاف، مثل ما قلت الصلح هو احسن شيء، ما في اجباري بده يطلع من حاله الشيوع، يعني ما راح يضل هنا طول العمر العقار مملوك للكل ما حدا عرفان يتصرف فيه وما له عرفان حصته، ما له قدام حل، يعني هن يحلوا هالامر بوقت قصير، يا ياخذوا موقفهم بدهم هيك ولا بدهم هيك، واخر شيء بدهم يلتجوا لازاله الشيوع، يعني
احسن الموجود. ما في طب في حال كان هذا العقار ما انه مستاهل القسمه والشخص اللي ساكن فيه ما بعرف اذا هذا الشيء موجود انه هو يمكن باكثر حاجه لهذا العقار اللي هو فيه، هل في ممكن شيء ينصف هذا الشخص؟ لا هلا القانون ما بيمشي على العواطف والمشاعر. لا القانون ما بيمشي على المشاعر والعواطف. خلص هذا العقار شو ما كان، لو هو بحاجته، لو هو قعد فيه من فتره ممكن مثلا زمان ياخده. بده ينباع مثلا، ممكن يكون هو مالك حصه كبيره، نفترض مالك 2000 سهم او 2200، بقي 200 سهم لشخص واحد، هذا ببيع العقار. حتى لو كان له السهم الاسهم الاكثر، هي هو اليوم ما في يتحكم بموضوع ازاله الشيوع ابدا، ما في يتحكم. شو ما كان الشخص مالك، لو سهم واحد بيقدر يبيع العقار اذا ما اتفقوا على قسمه رضائيه او حلوه بالرضا بيناتهم، بده يلجأ لازاله الشيوع لو سهم واحد. هيك الاتفاق احسن شيء، الاتفاق احسن شيء، قسمه رضائيه احسن شيء، بيتفقوا عليها بسبتوها بالمحكمه. حتى احيانا بتروح القصه يعني شخصيه، يعني ما بيرضى بالوفق، خلينا نقول بيحب يروح للمزاد العلني، حتى لو ما بيرضى بالسعر اللي تقدم له. هي بتحب توصل للمزاد، بتصير في عالم بتحب هي توصل للمزاد كرمال هي تشتري، تقول انا اذا وصلت للمزاد بشتري مثلا بسعر اقل، مال مثل السعر القيمته. واليوم خلينا نقول الاطراف ما دخلهم بالسعر اللي بينطرح بالمزاد، هل حقهم اليوم برفضوا هذا السعر او لا؟ اذا اجى في سعر ما انه كثير منيح. هلا صارت خبره، اذا ما عجبتهم الخبره ممكن تقدموا طلب ثاني انه يصير خبره ثلاثيه او خماسيه ليتاكدوا من الخبره هذا السعر عقار صحيح او لا، اكثر من هيك ما فيهم. بس بدهم يثبتوا ليش انه سعر العقار هذا مو عاجبهم، ليش ملاقينه خفيف مثلا. وبترجع بنعاد بعد 15 يوم؟ هذا انا من 15 يوم المزاد من الخبره، الخبره هون الرئيس التنفيذ بقرر امتى بيساوي خبره. بس انا قلت بالمزاد اذا ما صار في مزايدة أو ما حد اشترك بالمزاد بيرجع بينعاد. طيب الخبرة اليوم يعني وقت اللي بيكون في طلب اعتراض أنه أنا اليوم هذا العقار ماني رضيان على سعره، أنا شايفه يعني سعره أكثر من هيك، فبيقدم طلب للاعتراض للخبرة وبتروح. هلا هم بدي اشوف هو رئيس التنفيذ ممكن بوافق اذا كان في اسباب جديه واسباب مقنعة انه ليش الخبره قليله، اذا كان في اسباب جديه ومعقوله بوافق له، بس اذا رئيس التنفيذ لا ما في اسباب جديه ممكن نقول المماطله، يعني لا ما بوافق. ممكن تطلع الخبره مره ثانيه، يمكن يصير تقييم مره ثانيه بالقصه ممكن. وممكن اليوم مثل ما قلتي تكون هي حجه للمماطله لشيء اخر طبعا يعني. هي حسب الاسباب، حسب قناعه رئيس التنفيذ هو اللي بينتبه الموضوع اذا بصير خبره ثانيه او لا. طب اليوم في كمان اشخاص او ورثه ممكن يكون البيت او العقار مفروغ باسم عده اشخاص، لكن في شخص واحد هو له حق الانتفاع. هذا الشيء شائع كثير اليوم، هذا الشخص اللي له حق الانتفاع هل يعتبر مالك او له كمان بحق له ازاله الشيوع؟ هذا الموضوع بينطبق عليه كمان؟ هلا طبعا لحق الانتفاع هو ما بينعاد مالك. هلا مثلا هو في حق انتفاع للبيت، الورثه وقت ما بدهم يرفعوا دعوه لازم يخاصموا لحق الانتفاع بالدعوه بازاله الشيوع امام محكمه الصلح. في حال رفض البيع، نحن هون عم نحكي، هل هون نحن ما بناخذ اذا رفض او لا، هن عليهم المحكمه. هي النقطه المهمه عليهم وقت ما بيرفع دعوه امام محكمه الصلح مثلا ازاله الشيوع، بده يخاصموا صاحب هذا الاشاره، هن بكون محطوط اشاره بالاخراج القيد لحق الانتفاع، بخاصموا من البدايه، بفوت معه من البدايه الدعوة. هون حصته كيف بتروح؟ حصته ممكن هو حق الانتفاع لحصة معينة بتكون شخص مثلا حاطط حق الانتفاع، فممكن ما بصير إجراءات بالمزاد العلني بياخد حصته من المال، بصير حق الانتفاع له بيروح للعقار بياخد حصته من المال. نفس الشيء له حصة بالعقار يعني، بس بياخدها مال أو ممكن إذا بس إنه مو هو اللي مثله مثل الوريث، هون له حق الانتفاع بيختلف. أو ممكن إذا نسبة كان نسبة غير يعني قصدك يعني كقيمة مالية طبعا، او مثلا اذا كان عقار قابل للقسمه فحصته بياخذها بتضل بها الانتفاع بهي الحصه موجوده ما بتروح، اذا كان غير قابل للقسمه فهي بتروح مال. وبعد الوفاه بترجع للاطراف الباقيه طبعا. طيب بدنا نشكر اليوم حضورك استاذه ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، ومثل ما قلنا دائما الصلح والوفاء هو يعني الصلح سيد الاحكام. أكيد. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي قدمتيها. بقيه نهار حلو لك. أما نحن وصلنا ليلى لنهاية صباحنا لليوم، إن شاء الله هيك كنا ضيوف خفاف على بيوتكم وقلوبكم، ويكون هذا المطر خير علينا وعليكم وعلى سوريا الحبيبة. لقونا بكرة بنفس الموعد مع ضيوف جداد وفقرات جديدة، ومن هلأ لوقتها كونوا بألف خير. باي باي. أكيد بقية نهار حلو لك يا رشا ولكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، وأكيد للكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول والاستديو. تبقوا بألف خير. باي.